دكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين وعضو مجلس الشيوخ. أكيد دكتور هاني بعد اللي احنا سمعناه، أكيد برضو حضرتك برلماني في شق من التشريعات، أكيد أكيد في أدوار رقابية بالإضافة طبعا يعني فيما يتعلق بخبراتكم في هذا المجال. واضح أن في بعض الأمور تحتاج لدعم تشريعي، تحتاج إلى قوانين، يعني أعتقد في أدوات ممكن تمارس تعليق حضرتك ككل. تفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير. أولا فيما يتعلق بما هو مطلوب تشريعيا، خليني أقول لك أنه بحكم خبرتي السابقة والحالية لا توجد ضرورات تشريعية في المرحلة الحالية. البنية الأساسية إلا فيما نظر وهنتكلم فيها، لكن الأساس أن البنية الأساسية للبورصة المصرية التشريعية والتنظيمية موجودة، وانت مش في مرحلة محتاج فيها لأوفر ريجيليشن، واعتقد الدكتور محمد يعي هذا الكلام تماما ومؤيد له. احنا انت في مرحلة محتاج فيها السوق هو اللي يقود عملية التمويل وعملية الإصدارات. الوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي. زمان كانوا يعني دكتور محمود محي الدين كان لما كان وزير الاستثمار كان له مقولة شهيرة جدا أن السوق المال أو سوق المال والبورصة مرآة للوضع الاقتصادي. فأنت لما عندك الظروف الاقتصادية مقيدة ومؤثرة، فيش ليكويديتي كفاية، في uncertainty عدم تيقن، يعني أنا مش عارف سعر الصرف، مش عارف إذا كنت هدخل هعرف أخرج في التوقيت المناسب بسبب القيود، بسبب المخاطر المرتبطة بالعملة، ده كله بيؤثر. الوضع الاقتصادي وأداء قطاعات كثيرة اقتصاديا، السياح، الشركات السياحية إلى غيره، ده كله بيؤثر على الوضع في البورصة. فمهما تعمل من إجراءات، مهما تعمل، مش بقولك ما تعملش، لكن أول ما بيحصل تيقن، انفراجة في الوضع الاقتصادي، certainty، هتلاقي الأمور كلها بدأت تتحرك. أنا مطمن ليه؟ لأن بقول لك البنية الأساسية infrastructure لسوق المال المصري بخير وجيد. وعاوز أفكر الناس في 2006 و2007 كان أداء البورصة المصرية من حيث حجم التداول ورأس المال السوقي ومن حيث البروفيتابيليتي كان الأكبر في الميدل إيست، وكان حجم التداول أكبر من سوق دبي. الظروف الاقتصادية تغيرت، فأنت تراجعت، وكان سوقك كان أكثر استقرارا من السوق السعودي على سبيل المثال بأمور كثيرة، لأن الوضع الاقتصادي والطروحات والبروفيتابيليتي، العائد عن الاستثمار في هذا السوق وحرية دخول وخروج الأموال كانت متوفرة. لما بعد 2010 ومن ساعتها احنا عندنا امور كثيره ترتبت بهذا، عمقت من الصعوبات الهيكليه بتاعتك. رامي بي ونيفين هان اتكلموا على حاجتين في الماركت بتاعنا، انه شالو وانه الليكويد. يعني ايه شالو الليكويد؟ يعني انت ما فيهوش اوراق ماليه كثيره عمق، وحجم التداول فيه بسيط، ف مخاطره وتأثره كثير. كان في إجراءات زمان بتتعامل إن إحنا نزلنا من معامل التسوية من 3 أيام 3 بلس أو 0 بلس تي بلس 3 أيام 3 إلى تي بلس 2 إلى تي بلس 0. أنا في رأيي كل هذه الأمور لن تحقق الكثير في هذه المرحلة. فأنت في مرحلة محتاج ربما تهتم ب بعض إصلاحات، ويمكن دكتور محمد فريد هيكلمك فيها على في البرايفت إكويتي، على صناديق الاستثمار. هو ليه عمالين نعدل في القواعد وعمر ما بتنشأ عندنا صناديق الاستثمار الخاصة؟ لأنه في عوار في الهيكل أو في الهيكل التشريع بتاعها. كل العالم ماشي على إنها شركات توصية بسيطة ليميتد بارتنرشيب عشان المرونة وعشان المسؤولية المحدودة للمستثمر، وفي نفس الوقت بدي الإدارة الكاملة لمدير الاستثمار. احنا يمكن آخر مرة قلت لسيادتك عملنا
حاولنا نقترح هذا التعديل في البرلمان السابق في الدورة السابقة، إلا أنه الهيئة كان ليها وجهة نظر مختلفة. كان الكونسبت الرئيسي أنه لا، ده أي شركة تتعامل في سوق المال لازم تبقى شركات أموال أو شركات مساهمة أو على الأكثر تبقى شركة توصية بالأسهم، ده لا يتناسب. فأعتقد أن بعدك من الأخبار الطيبة اللي هتقولها فيما يتعلق بهذا التعديل التشريعي. حاجة تانية برضو البرسيبشن العام أن عمالين نتكلم على الهوت ماني والبورتفوليو انفستمنتس، وأحيانا بيحصل هذا في تصريح حكومية وكأنه شيء عيب أو كأنه شيء ضرب الاقتصاد. طب ما أنا الهوت ماني ده أو اللي هي الأموال الساخنة اللي هي عبارة عن سندات، طبيعة البورصة حرية الدخول والخروج في أي وقت، فأنا بالطبيعي ما جيش كحكومة أصدر سندات وبعدين أقول لهوت ماني هو اللي عرض لي الاقتصاد، لأنه هذه المخاطر موجودة، وبالتالي لازم أشتغل على ده مع الاستثمار المباشر إذا كانت ضرورة. هذه هي مخاطر موجودة منها، لكن ما يجبش برضو أن أنا أدي انطباع عام على أن التعامل بالبورصة أو لأنه هو عمره قصير. ولذلك دايما الدول منذ الثمانينات والسبعينات بتدي مزايا للاستثمار المباشر لأنه استثمار طويل الأجل بطبيعته، ما بديش هذه المزايا للاستثمار القصير الأجل لأنه عنده ضمانة الخروج والدخول من البورصة. بالتالي هذه برضو من الأمور اللي احنا لازم يعني نعمل في مشاكل أيضا لازم نبص عليها زي زيادات رؤوس الأموال. أنا عارف أنه بعد 2011 بقى في إجراءات أكثر واستعلام أمني وموافقات وإلى آخره، لكن يجب أن احنا ننظر إلى هذه الأمور بشكل أكثر مرونة. يعني أنا لو عندي أنا ما بفهمش ليه أنا محتاج استعلام أمني على زيادة رأس المال بنفس المساهمين، وليه أخد شهرين وثلاثة وأربعة أو حتى لو مش استعلام أو أخد إجراءات مسبقة، ده تعطيل لدورة رأس المال ولرأس الإصدارات في هذا التوقيت الحرج لأن الشركات دي محتاجة. فده برضو من الأمور اللي محتاجة إعادة نظر فيها بأكبر قدر. أيضا في أمور بتدي انطباع محتاجة، يعني احنا اتكلمنا في مجلس الشيوخ منذ شهور عديدة ومعالي وزير المالية موجود على إجراءات خاصة بالضرائب على الأرباح الرأسمالية وبعض الأنشطة، والدكتور محمد فريد وقت ما كان رئيس البورصة تولى عملية الصياغة وتم صياغتها في مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها في مجلس الوزراء وأعلنت وتم إعلان عنها في مجلس الشيوخ ووافق عليها، وكان المفروض الحد الأقصى بتاع هذه الإجراءات كلها ديسمبر كانت من ديسمبر الماضي. شو بقى احنا فين دلوقتي؟ احنا السنة قربت تقلب علينا ولم يحدث شيء. ده كله رغم انهم كانوا 12 او 16 إجراء تم الموافقة عليهم وقوبلوا بإيجابية شديدة جدا في السوق المال. فده أيضا هذه الإجراءات لماذا لم تتم؟ سؤال عليه علامة استفهام. برضو بنتكلم كتير قوي على سوق المشتقات، ويمكن من وقت ما أنا كنت رئيس هيئة سوق المال بنتكلم على سوق المشتقات سنة 2007 ولم يحدث أي شيء في تقديم هذه الآلية للسوق. أتمنى أن احنا نشوفها لأنه فرصة على فكرة لما حتى والسوق أكثر هدوءا أنك أنت يعني إيه كرقيب وكمنظم للسوق في الرقاء في البورصة أنك تشتغل بهدوء. نصيحة أخيرة إن جاز لي النصح وهم جميعا خبراء في مجالاتهم، أنه ما فيش داعي أبدا لده، مش وقت رسوم زيادة، ده مش وقت قواعد تقييدية. لابد نبص على تسهيل عمليات القيد في البورصة، أخذاً في الاعتبار أن السوق هو اللي بيحركك. يعني لما دخلت كانت شركات قبضة جديدة للسوق كانت قاعدة القيد عندنا لا تسمح في ذلك التوقيت، تتذكر دكتور محمد، وسمحنا بأن الشركات القبضة تنشأ لأول مرة، ويمكن طالما توفرت شروط القيد في الشركات التابعة يبقى بنسمح بالشركات، ودخلنا يمكن 6-7 شركات هي الكبرى هي الأكبر في البورصة
حاليا. فدي برضو محتاجة إعادة نظر تبسيط قواعد. يبقى أنا لو حبيت ألخص، تبسيط قواعد القيد بقدر الإمكان مع التزام مع التمسك بقواعد الإفصاح، لأن ده في حماية المستثمرين، إعادة النظر في قواعد الإجراءية الخاصة بزيادة رؤوس الأموال، تبسيطها بقدر الإمكان وحد من مدة الإجراءات بتاعتها، إعادة النظر في قواعد الخاصة بصناديق الملكية الخاصة والشكل القانوني بتاعها، وأعتقد أن ده هيتعمل، عدم فرض رسوم جديدة في هذه المرحلة أو تقييدات جديدة لأنها بتبقى مرهقة للشركات العاملة وتؤدي إلى مزيد من اللخبطة في السوق، تفعيل ما وافقت عليه الحكومة وأعلنه رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية. أنا بفكر بس سيادتك بالإجراءات اللي احنا توافقنا عليها في البورصة مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وال16 إجراء كانوا اللي تم التوافق عليهم. أنا عارف أن سيادتك هتقول أنهم في مجلس النواب. أفندم؟ ست شهور. بلهم ست شهور. ما احنا كنا عاوزين نفرق بين الإجراء ده فندم، فيه هو في حاجة اقتراح كان تقدم الخاص بالإعفاء والشرائح الضريبية، فده يمكن عطل البورصة في النص. فيعني كنا عاوزين إجراءات البورصة على الأقل يعني تتم وتفي الحكومة بما وعدت به. طيب أنا بشكر سيادتك. شكرا جزيلا دكتور هاني، شكرا لحضرتك. وطبعا هيكون في اكيد تعقيب من دكتور محمد فريد صالح، ولكن يعني اتمنى تعقيب مجمع بعد ما نسمع بعض تعليقات الساده المعقبين، يعني ان ارادوا يعني المشاركه.